الأوامر. أنا الحوثي قلنا ندخل الخمس قانون الخمس قانون نعمل قوانين. شوف الحوثي هو نفس الطبقات الاجتماعية اللي بس بأسلوب آخر. نحن في من فرض الطبقات الاجتماعية هذه على الهند؟ هي بريطانيا. بريطانيا لأنه كان عندهم ثلاث طبقات اللي هي النوبلز برضو النبلاء ولا المال ولا تقريبا التجار والصناع تقريبا ثلاث طبقة عليا متوسطة وضعيفة. بس إنه النبلاء النوبلز كانوا يعني في توازي البراغما. نعم حتى شو أنت الآن من اللي يدافع عن الحوثيين هم البريطانيين. تشتيت تكون لها قاعدة. الحوثيين عندما يتكلموا بالنغمة هذه السادة ومريشاني والمجتمع هي تعزز الجانب الطبقي. يعني مثل ما الهند بالضبط وحتى بريطانيا لو تقرأ تاريخ بريطانيا بتلاحظ تاريخ مؤلم. الوظائف السيادية ثروات البلاد كلها بتنعكس تكون عليها ما حد يقدر يفوضها. وهذه غير موجودة في بلد مثلا ديمقراطي بلد مثل يعني ناس ما أدري كيف يفكروا. يعني أنت تشي تحكم شعب كيف تتقبل أكل أنت بهذه العقلية إن أنت تشي تكون سيدة. يعني دائما الناس اللي يشي يحكم أو القائد الناجح هو اللي يكون متواضع هو اللي يخلي الناس هم اللي يختاروه هم اللي يرشحوه إلى السلطة ما يختار عشو. أي واحد يبحث عن السلطة يقول أنا شي السلطة هذه يتأكد أنه لا يمكن يحقق البلد نجاح وإنما أيضا يبحث عن ملذات الدنيا. أي واحد تلاحظ العباقرة المفكرين والناس القادة الحقيقيين ما يبحث لك عن السلطة دائما يفرض فرض عليه. أي واحد تشوفه يفرض على فرض قل هذا بيحقق نجاح. لكن أنت تدور هذه الوظيفة لا خليك أنت إلى أن يكلفك الله سبحانه وتعالى. إذا كلفك الله سبحانه وتعالى بهذه الوظيفة اعرف إن أنت أهلها منه بياخذ بيدك معاند يعني بيعينك عليها. لكن لو بحثت انت عليها يعني ما يلوم الا نفسه الانسان. بس يوسف قالك يعني على خزائن الله ها؟ يوسف معيار اخر ده. لا شوف هنا لا في فرق لانه هو خيره قال له بيعينه انه يشتع عنده. ايوه كانه اعطاه له خياره هو قال له لا خلاص عينه بمكان فلان. ها المكان اللي عينه فيه بسيط على فكره. ما عينوا شراء وزير ولا عينوا يعني قالوا لا قالوا عيننا على كذا لأنه عارف إيش لأنه يتكلم نبي وحي. حتى الله سبحانه وتعالى بيسخر الملك هذا إنه يقبل. شو إحنا الأنبياء دائما يعني يتكلموا لك إيش برؤية ثاقبة ما نقارن شيء وإحنا نفسنا بالأنبياء. وجعلني متقين إماما ها كيف يعني وجعلنا اجعلني المتقين إماما. شوف لا هم يفسروا إماما يعني بتفاسير كثيرة على فكرة. يعني أحيانا الأمة يطلق عليها وأحيانا الإمام ويعني فهمت يقرأوها. أيوة علشان ما ندخلش بالتفاسير اسمه بس لها أكثر من معنى. أيوة فاللي أقصده أنا يا شباب خذها قاعدة كذا. أنت تبحث عن سلطة معناته يعني أنت تشوف نفسك أن أنت مؤهل ما تشوف إلى الآخرين. يعني أنت إذا رأيت من اللي يقيم نفسه مش الآخرين هم اللي يقيم الشخص. كيف الخلفاء الراشدين كانوا يطلع إلى المنبر يقول إذا أحسن فأعينوني وإذا أسأت فقوموني. بمعنى أنه المسلم من أخي رحم الله ورانا هذه عيوبي. دائما أنت الناس الآخرين هم اللي يقيمونك. هل أنت تحقق نجاح أم تحقق نجاح؟ هذه السلبيات على فكرة اللي مرينا إحنا فيها في السابق إنه كنا نشعر المسؤولين والقياديين علينا إنهم حققوا نجاحات وهي كانت نجاحات هشة وكله عبارة عن مقابلات يعني فقط. لكن كنجاحات ما في نجاحات وبالتالي تخلو يغتر تخلو يركن إنه عمل حاجة في البلد وهو بالأخير إن أحسن فلنفسه وإن أساء إيش فعليها. طيب عناصر الثقافة مترابطة طبعا. شوف عندما نتكلم عن الدين واللغة وهذا كله تعتبر من عناصر الثقافة والأتيتيود والفاليوز تعتبر كلها عناصر إيش مترابطة مع بعضها ما تنفصل شيء. إنه مثلا يقول لك أنا اليابية
لكن الدين لا يوجد ان تكون خارج الدين صحيح. لازم تكون ايش؟ مترابطه. طيب هنا elements of culture هذه باللغه الانجليزيه استفيدوا منها عندي لك على اساس تستفيد منها ايوه بس. واللي هذه هي اللغه اللي هي language. شوف اللغه النظام الطبقي social structure اللغه language الاتصالات الغير لفظيه non verbal communication اللي هي ايش body language الدين religious القيم والاتجاهات values and attitudes هذه هي عناصر الثقافه. يدخل لك بعناصر الثقافه متغيره اخرى بلد حولها مش بشكل كبير مؤثره بس معمول في بيت كل مجتمع الطقس احيانا يدخل لك الطقس احيانا يدخل لك السنه الديموغرافيه يدخلونها من البيئه الاجتماعيه ديموغرافيه لان الديموغرافيه تهتم بتركيبه ايش؟ بدراسه التركيبه السكانيه بدراسه الاجناس دراسه الناس كبيره لا الديموغرافيه بدراسه الانسان ولذلك لما تجي تشوف مميزه الجغرافيا تلاحظ لها علاقه بالسايز مثلا الحجم الجنس المستوى التعليمي الوظيفه حجم الاسره اذا كل تتعلق بدراسه ايش؟ الحاله الاجتماعيه الانسان الحاله الاجتماعيه الداخل فهذا ايش؟ تعتبر هذه ايش؟ قضايا اجتماعيه او عنها الثقائص ولا العناصر اجتماعيه نبدا ب النظام الاجتماعي اللي هو السوشيال ستراكشر النظام الاجتماعي نتكلم احيانا عن المجتمع يا شباب المجتمع من ايش يتكون المجتمع؟ الافراد والاسرى افراد يعيشون في اسر الاسر هذه تعمل مع بعض مكونين ايش؟ مجتمع طيب المجتمعات تختلف فيما بينها بتحديد الاسره وأهمية الفرد مختلفة. نقول المجتمع هو من أفراد لكن متفقين كل المجتمع بهذا المعنى أنه يتكون من أفراد أسر لكن مختلفين من حيث أهمية الفرد بالنسبة للأسرة بالنسبة للأسرة بعطي لك مثلا بالنسبة للأسرة قلنا الغرب بعض الدول الغربية والكرة أيضا يهتموا بالفرد يعني ايش يركز لك على الأسرة ما ينظر لك للأسرة نظرة بعيدة بعيدة المدى ينظر لك للأسرة على أساس أنه تتكون من الأب والأم والأبناء بعد 18 سنة خلاص يروح للأبناء يعني هذه مضمون الأسرة عندهم لكن بالنسبة لنا نحن كمسلمين ودول شرقية الأسرة لا كما هي محددة الأب والأم والأبناء والأعمام وإلى الآخر تأتي إلى الصومال والسودان بشكل خاص القبيلة كلها أسرة أسرة إذا شوف كيف اختلفت المجتمع بتحديد الأسرة طيب هذه كيف تنعكس وأهمية الفرد فيها إذا كيف انعكست هذه؟ انعكست على مسائل التنظيف الدول التي يعني بتنظر للأسرة نظرة بسيطة معناها ما بتشجعش المحاباة ولا الصداقة ولا القرابة في عملية ايش التنظيف لكن على العكس الأسر الممتدة لتشمل القبيلة معناها أنه إيش؟ التوظيف بيكون وفقا للمعايير الأسرية والقرابة والصداقة يعني ما بيهتمش يهتم بالمنظومة اللي تنظر الأسرة على أساس أنه نظرة ضيقة بتهتم بإيش؟ طبعا أن يكون التكتل القبلي له أثر على السلطة على ينعكس على الأعمال الدولية ونشكون على قرارات الدولة على قرارات لا شوف في أشياء أخرى تنعكس طبعا أنت عندما تركز على الفردية الفرد دائما الفرد يميل إنه إيش؟ ما فيش مشاركة في القرار بعكس المجموعة، المجموعة دائما يكون مشاركة في إيش؟ في القرار الفردية أحيانا اللي تؤمن بالفرد أكثر ديمقراطية لكن اللي تؤمن بالمجتمع زي ما قال إنه المجتمع يثبت في القيادة الأبوية تسمى ما يعملوا شيء حق إلا عندهم كذا إلا بعد ما يرجعوا لكبيرهم فلذلك تلاحظ رجال الدين الملاذ هذه اللي يظهرون عقيرة لا يمكن إذا قال الملا حقهم إلا تبارقهم لا يعلم إذا قالت بالكافة الخطبة يعني قال لك إذا أي كلمة يقولها تقول تمشي على الدستور دستور نعم
هذه هي المجموعة اللي يهتمون بالمجموعة. لكن الفرق في نوع من أنواع الديمقراطية. يعني بنعطي الآن بنشوف الفوارق اللي إيش بحيث نوضح الصورة. بالنسبة لل النظام الطبقي أيضا مثل ما قلنا لكم رقم اثنين ضمن النظام الاجتماعي. بعض الدول تقسم المجتمع على أساس نظام طبقي اللي وضحناه قلنا الهند وبريطانيا. لكن غالبية الدول تقسم المجتمع على أساس occupation الوظيفة levels of education مستويات التعليم size الحق ايش كمان age العمر income family size. إذا يقسم المجتمع على هذا الأساس العمر الجنس المستوى التعليمي الوظيفة الدخل حجم الفرق. التقسيم هذا ده عندما تدرسون كثقافة إيش الفائدة إيش إيدك هذا شوف مهم تركز عليه. يقسم المجتمع على أساس إيش الصفات الديمقراطية العمر الجنس اللي هي إيش العمر ثم إيش قلنا الجنس نعم سكس وإدوكيشن المستوى التعليمي نعم شمال occupation occupation الوظيفة المهنة income size of family size of family المسرح وأحيانا هذا يسمى إيش demographic variable وأحيانا جيوغرافيك وأحيانا جيوغرافيك. What do you mean by geographic؟ على أساس جغرافي. قرية عزلة مديرية. إقليميا إحنا بنا هذه بنا أوضحها أكثر شيء بتتضح لكم الشركات المتعددة الجنسية ويعني بتتضح لكم أكثر في الهيكل التنظيمي. كيف بنعمل الهيكل التنظيمي على أساس إقليمي على أساس قاري على أساس وهكذا بتتضح لكم بشكل كبير. إيش اللي بتكون دولية وإيش المالتي ناشونال ثم العالمية. الجيوغرافي معناها على أساس أن تتقسم على أساس إقليمي على أساس قاري مثلا. هناك يعني شركات متعددة الجنسية على أساس قاري ثم إقليمي ثم إيش محلي. على مستوى البلد بتقسم على أساس ممكن شمال جنوب وسط شرق هؤلاء بيكونوا مختلفين نوعا ما في الأذواق. الساحلية مناطق أيوة ممكن ما تتضح لك الصورة بشكل أكبر. لا قسمها ممكن ساحلية وجبلية أو حارة. حارة معتدلة بارده سهولة قسمها حارة معتدلة مثلا هي على أساس المناخ وعلى أما الجغرافية على أساس الموقع. طالما إحنا نتحدث عن ملتي ناشنال بمعنى أن لازم تقسم على مستوى قاري وعلى مستوى إقليمي وعلى مستوى إيش محلي بتعمل إيش فروع أو مكاتب على هذه المستويات. واضح هذه التقسيم على خصائص الجغرافية. هذه يهمك أنت بالنسبة لإدارة الأعمال الدولية أنك تعرفها خصائص الناس بحيث يعني إنه إيش تعرف إيش النسبة الغالبة بكل بلد وبالتالي تستطيع أن تلبي حاجاتهم ورغباتهم كل حسب إيش حسب ما يحتاجه. يعني هنا مثلاً occupation الوظيفة مثلاً بتحصل مهندسين أطباء يعني معلمين موظفين وبالتالي هنا أنت بتشوف كم النسبة الغالبة كل فئة لها خصائص معينة. الأطباء تلاحظ هنا أنتم في الصيدلة مش يعني تعدوا معدات اللي يحتاجوها كل الأدوات اللي يحتاجها الطب ممكن في صيدليات رئيسية توزعها. أحياناً حتى الحاجة الخاصة اللي يحتاجها الطبيب حتى الملابس الشخصية اللي يحتاجها يعني يأخذوا بها. طيب المهندسين في لهم حاجة خاصة فيهم مثلاً الضباط لهم حاجة خاصة فيها. المحامين كشركة لازم تتعرف حاجات ورغبات هذول الناس عشان تقدم لهم هذه الخدمات تشوف كم نسبتهم
هم القدرة الشرعية حقهم. أيوة تجمع معنا اللي بتتعامل إحنا هنا في اليمن نعمل بيت عمل كل الناس دخلهم إيش هابط. طيب عندما نقول الطبقية، الطبقية مثلا في الهند، أنت إذا رحت الهند هل بتقدم خدمات للطبقة السدراء؟ سدراء يعني أغلى الأشخاص، يعني تعتبر أغلى المواطنين. أغلبية. هل حد بيشتري منك؟ ما بيشتريش. أنت عارف بالهند إنه الكيلو الرز هذا يعني من خمسة روبية عندهم في الهند إلى 100. إلى 100 روبية. الكيلو. الكيلو. تخيل في أكثر منه. البراهما أو الطبقة الثرية يا شباب عندهم حاجة اسمها برستيج. عندهم ثراء غير عادي، البرستيج والأشياء اللي يكون مشتري شيء بسعر غالي، أوكي هو يكفيه كيف. عندهم كده اعتقد إنه الأشياء اللي سعرها مرتفع إنه ذا الجودة إيش؟ عادي. وبالتالي إيش اللي يعمله هو؟ يصمم له مثلاً الباكيج، يعني هو الباج مثلاً، يعني كده مبردة مزيان، يعني حاجات إيش؟ المهم إنه يضيف لي خصائص المنتج اللي هي المظهر. بينما تكون نفس السلعة يعني أدناها مثلا بنفس المتانة قد تكون نعم بنفس الجودة ونفس الموضع يعني، وبالتالي هنا تتفاوت. فأنت إذا رحت مثلا المناطق هذه مش معقول يعني لأنه بيشتري منك بسعر أقل ما عندهش دخل نهائيا، فتركز أنت على هذه الفئة اللي هي سبيسيفيك اللي هو البراهما ولا اللي هي الكافرية أو الفيشي مثلا بتجيب النسبة لها. طيب اللي هي كشف رياض الجيش، ايضا الجيش ما يستهلكش مواد استهلاكيه، تلاحظوا مش يعني بالنسبه للهند مش في ذاك الشركه الدوليه هي البراهما، هي البراهما هي الفيشيا. بتشوف كم العدد، اذا اشتغلت على البراهما معناته يعني لازم تكون منتجاتك مثلا يعني ايوه تفهم حاجاتهم والرغبات بطبيعتهم كذا. مثل ما قلنا لك ناس كيف انه الاسعار تكون غاليه، يعني البعض يقول لك تعال الى فندق السوفتيل ممكن نشرب القلص الشاي حليب ب 2000 5000 2 قلصات ب 5000 مرتاح اوكي ما عنده شيء مشكله. الاخر بالنسبه لك او انا او اي شخص اخر 5000 روح شرب لي الشاي ليش نشربها ب 1000 طيب 5 ريال ايوه شوف الفروقات. هو مكيف على هذا الجانب. اي ليش الان تلاحظ استبدل سياره مثلا جاء ظهرت سياره في تتابع المدير اجهزه التليفون وفي ناس يتابعوا هذه الاشياء دول الخليج لو تلاحظ تستغرب تعالوا هذا مدير ظهر مدير جديد خلاص اوكي اوت حتى على مستوى الاثاث على مستوى العرش على مستوى احنا هنا ربما ليش نعتبر كمجتمع نقول لك يا شباب يا جماعه احنا ما نحتاجش ثقافات ولا يعني ما فيش اي مش يعني بحيث ان احنا نجيب يعني امثله من الواقع العملي لانه غير موجوده اصلا. يعني لا يعني مستثمرين ولا في استثمار خارجي في الداخل. وبالتالي ما نقيس على هذا المستوى، نقيس على الناس الجيران، ربما تكونوا سمعتوا انتم هذا الكلام. لا بالخليج ما اعرف انهم 3 أشهر 6 أشهر واحده النوم كذا غير كل حاله. هذا يقع ايضا على الشركه. على الشركه لازم تكون تدرس كم العدد كم يحتاجه العرض والطلب. لانه سنويا خاصه ايش يتغير بتغير ايش المواسم موجوده ولا بس بشكل بسيط هذه اللي نتكلم عليها مثل هذه التغييرات مثل دروس اموال كبيره كنا محصوره هي موجوده موجوده ببعض الفلل تر من هذا اللي يشتغل القصيات والاشياء المعينه يعني لا اذا انا سمعت ولد انه اللون ما عجبش اهل البيت يجيب اتصل بالرقم يغيروه من 4 مليون 5 مليون 6 مليون في سلع شوف احيانا هنا في سلع في اليمن برضو ذات خصائص ومواصفات معينه يعني مثلا اللي اكتسبت مكان ساعه رولكس راديو تلاحظ انه بعض كانوا يفرقوا في العراق يعني كذا الناس الباعه كيف عندهم الحس التجاري كيف يرضي الزبون يا مسحة كده يجلس جنبك يدي لك الشاهي وعلى اساس يقول لك سبيشال فور يو يعني على اساس حاجه خاصه فيك يجبرك ان انت احيانا الاساليب يعني انه تشتريها.
بس فعلا ها فعلا والله بس صارت فعلا.